أهلا بكم. هي لم تبدأ بعد، لكنها حولت البلاد من أقصاها إلى أقصاها إلى بركة عائمة. العاصفة التي تضرب لبنان منذ الأمس ستبلغ ذروتها في اليومين المقبلين، حيث ستنهمر الثلوج على ارتفاع 300 متر. الدولة لم تتفاجأ، إذ إنها أخذت علما ببوادر العاصفة، لكن نعمة السماء فضحت أرض الواقع مع غياب خطة طوارئ تليق بحجم الكارثة. ولم تتفتق عبقرية وزارة الداخلية إلا عن الطلب ممن ليس مضطرا للخروج من منزله إلى ملازمته. العاصمة بيروت تحولت إلى نسخة طبق الأصل عن فينيس الإيطالية، فعامت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية بحيرات، وتحولت إلى مصيدة للمواطنين الذين حوصروا بسياراتهم. الأنهر اللبنانية بعثت من جديد، ففاضت عن منسوبها وطافت على ما حولها، وأمواج البحر تخطت الحواجز ودخلت إلى البيوت القريبة من الشواطئ، في حين سجلت وفاة رضيع في منطقة شحيم بعد اجتياح السيول لمنزل عائلته. وفي منطقة العقبي قرب صيدا جرفت السيول آلية عسكرية من نوع تويوتا تابعة لمفرزة صيدا القضائية إلى البحر، وقد تمكن راتبان تابعان للمفرزة كانا في داخل الآلية من النجاة. مثل كل سنة لازم البحر يجي يزورنا، وغازي العريدي ما عم يجي يزورنا. نحن بنطالب غازي العريدي، بنقول له نحن اللي انتخبناك، نحن أهل المسلخ والكارنتينا اللي انتخبوك، ونحن رح نرجع ننزلك إذا ما أجيت وطلعت فينا. يا غازي العريضي يا آدمي، نحن هون الصيادة، نحن إلنا 50 سنة عم بنعاني. خلي هالدولة تطلع شوي بالشعب الفقير المعطر. نحن تركنا سوريا وجينا هون خوفان على الأولاد من الضرب، جينا لهون الوضع أسوأ، يعني ما صفي، ما في راحتين عنا. أحكي لك شو بدك. والبحر يوصل لهم من الشباك ومن الباب أصلا، وجوزي ما عم يشتغل، ما في شغل. ونبقى في أجواء العاصفة، وآخر المعلومات مباشرة من صيدا مع زميلة نوال بري. نوال، ماذا في حصيلة جولتك اليوم على أحوال الطرقات خصوصا في هذه الأثناء؟ نعم كاترين، يعني يبدو أنه بعد ما انفرجت قليلا العاصفة اليوم في مناطق مختلفة من لبنان، هذا ساعد بعض الشيء على فتح الطرقات التي كانت قد أغلقت بفعل السيول والأمطار. نحن الآن متواجدون في على المدخل الشرقي أو الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، حيث قطع الأوتوستراد أمام المواطنين بعدما امتلأت السيول هنا أو اجتاحت السيول على الأوتوستراد. وتعمل جرافات تابعة لبلدية صيدا على فتحها بعدما أغلق إغلاقا تاما أمام السيارات الآتية باتجاه صيدا أو من مدخل صيدا و نزولا إلى المدينة. هذا بالنسبة هنا للأوتوستراد. طبعا لا يمكننا أن ننسى أمواج البحر العاتية التي ضربت مرفأ السمك هنا في صيدا، وأدت طبعا إلى أضرار مادية عديدة. أيضا بالنسبة لمكب النفايات هنا الذي اجتاحته المياه، ووصلت بعض النفايات إلى الغزية حتى أن حارة صيدا القديمة اجتاحتها السيول الغزيرة. ولكن الآن وبعد انحسار العاصفة كثيرا، أو يمكن القول الانفراج القليل من العاصفة، يعني هذا أعطى مجالا أمام القوى الأمنية والدفاع المدني لمساعدة المواطنين. هذا بالنسبة لصيدا. أما في بيروت، يعني وأثناء جولتنا الكارنتينا كانت قد قطعت بشكل تام الأوتوستراد البحري بعد أن اجتاحت المياه الأوتوستراد، وكان منسوب أو نسبة المياه عالية جدا حتى أن القوى الأمنية منعت السيارات، وما زالت الآن مقطوعة أمام السيارات، ومنعت جميع السيارات بالمرور ما عدا الشاحنات الكبيرة نظرا طبعا للسيول الكثيرة هناك. أما بالنسبة للأنهر المختلفة في لبنان، فإن منسوبها ارتفع، إن منسوب المياه ارتفع كثيرا في نهر الليطاني، في نهر العاصي، وفي نهر الزهراني. والبعض منهم يعني حتى أنه انجرف بعض المتين وأدى إلى أضرار مادية. أما الأضرار الإنسانية يعني كاترين أو البشرية، أن طفل عمره 6 سنوات قضى يعني اليوم في إحدى الخيم في برجة التابعة للعرب بعد أن اجتاحت المياه خيامهم، كما أنه هناك يعني متسول أو عجوز هو دائما متواجد في شارع الحمراء، وجد اليوم صباحا أيضا مرميا يعني وقد بفعل العاصفة، يعني طبعا وجد ميتا على الطريق المحاذي لشارع بلس، وقامت القوى الأمنية بسحبه. إذا قتيلان يمكن القول هما نتيجة هذه العاصفة، وطبعا الأضرار المادية كبيرة جدا. الآن خلفنا يعني مستوى
مستودع كبير جدا امتلأت المياه به، وليعمل الدفاع المدني الآن على سحب المياه. البضائع جميعها ذهبت، حالها حال مناطق عدة هنا في لبنان، خاصة بالنسبة للطرقات التي يعني بعد التلال الرملية التي افترشت الطرقات وأغلقت الطرقات أمام المواطنين. الدفاع المدني. شكرا للزميلة نوال بري. طبعا لقد فقدنا الاتصال معها بسبب رداءة الأحوال الجوية ومن تأثيرات العاصفة أيضا. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يطلع من وزيري الداخلية والأشغال على أضرار العاصفة ويعطي تعليماته لقيادة الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع كل من وزيري الأشغال العامة والنقل غاز العريض والداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أوضاع الأهالي والطرقات بفعل العاصفة التي تضرب لبنان والتدابير المتخذة للحد من أضرارها ومساعدة المواطنين الذين لاحقت بهم هذه الأضرار، داعيا الأجهزة التابعة لهذه الوزارات والأجهزة الأخرى من دفاع مدني وصليب أحمر وبلديات وسلطات محلية إلى التعاون في مجال فتح الطرقات وإزالة العوائق وكذلك تقديم العون إلى المواطنين. وكان الرئيس سليمان اطلع من الوزير شربل على التدابير التي اتخذتها الوزارة لفتح الطرقات خصوصا في المناطق التي احتجز فيها المواطنون بسبب الانهيارات أو تجمع برك المياه والتعليمات المعطاة إلى وحدات قوى الأمن والمغافر في المناطق من أجل الاستنفار للمساعدة. وعرض رئيس الجمهورية مع النائب نبيل دوفريج للتطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية وتناول مع الوزير السابق سليم وردة الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على بساط البحث والنقاش. واطلع رئيس الجمهورية من وفد أعضاء المجلس الدستوري برئاسة عصام سليمان على إنجازات المجلس، وقدم إليه الوفد كتابا يتضمن قرارات المجلس ونشاطاته في خلال العام 2012 كما وضعه في خطة العمل للعام الجاري. وهنأ الرئيس سليمان المجلس على إنجازاته منوها بالقرارات التي اتخذها والتي تنم عن استقلالية يمارسها، لافتا إلى أن القرارات حول دستورية القوانين والطعون الأخرى تشكل ضمانا وراحة ضمير للمسؤول والجهات الطاعنة كيفما صدر القرار إيجابا أم سلبا. واستقبل الرئيس سليمان وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل وتناول اللقاء أوضاع الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا أخيرا. وقدم فيصل إلى رئيس الجمهورية مجلدا يحمل عنوان عاشوا من أجل فلسطين يتضمن صور وأسماء شهداء لبنانيين وفلسطينيين قضوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. دعا وزير الداخلية مروان شربل المواطنين غير المضطرين للنزول إلى بيروت للبقاء في المنازل وانتظار نشرات الأخبار وتحاشي الطرقات المغلقة لأن الوضع غير طبيعي الآن. وأكد شربل أن هناك تنسيقا دائما بين فرق الدفاع المدني وإطفاء بيروت وغيرها، وأعلن أن وزارة الداخلية أخذت كل الاحتياطات قبل 48 ساعة من العاصفة وهي تنسق مع باقي الوزارات للحد من الأضرار. ولفت شربل إلى أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسبب انزلاق السيارات وحوادث السير على بعض الطرقات. اجتماع في السرايا الحكومية بحضور رؤساء الحكومات السابقين والبحث تناول انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. شهدت السرايا الحكومية اجتماعا ضم إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رؤساء الحكومات السابقين. وبعد اللقاء قال ميقاتي إنه تم الاتفاق على جملة قرارات سيبلغها مساء اليوم إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. مهما كانت خلافات السياسية يمكن والتباين بالأراء بيننا كرؤساء وزراء ورئيس وزارة ورؤساء الوزارة السابقين، ولكن بحب أكد إنه جو الاجتماع كان جو كتير جيد وكل الخلافات هي موجودة خارج كانت القاعة لأنه الأهم هو وحدة الطائفة والأراءنا كانت كلها مجتمعة. اتفقنا وقررنا وكلفت من قبل المجتمعين وبناء أنا طلبت أني أقوم بزيارة لصاحب السماحة اليوم المساء لحتى أطلعوا على نتيجة المتفقنا عليه. من الطبيعي أنه لا نعلن، اتفقنا على عدم الإعلان عن القرارات اللي اتخذت إلا بعد أطلاع صاحب السماحة.
كما استقبل ميقات رئيس الهيئة الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار الذي وزع بعد اللقاء بيانا قال فيه: زيارتنا لدولة الرئيس ميقات هي للتهنئة بمناسبة الأعياد وحلول العام الجديد، وقد اغتنمناها فرصة للبحث في الأوضاع العامة من مختلف جوانبها وبصورة خاصة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الصعوبات التي واجهناها في العام الماضي والتحديات التي سنواجهها في هذا العام والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بالحوار والتوافق بين اللبنانيين. وأضاف القصار أنه سيطلع الهيئات الاقتصادية على نتائج زيارته لميقاتي. والتقى الرئيس ميقاتي المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج خرا على رأس وفد من المديرية للتهنئة بالأعياد المجيدة. وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة علي قنصو الذي أعلن بعد اللقاء أن البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد وموضوع الانتخابات النيابية، وكرر تأييده اعتماد مبدأ النسبية والدائرة الواسعة في الانتخابات، لافتا إلى أن الرئيس ميقاتي يؤيد النسبية أيضا. وردا على سؤال قال قنصو: هناك تفاؤل بإمكان التفاهم على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية. في ردود الفعل على خطابه بالأمس، أعلنت إيران دعمها لمبادرة حليفها الرئيس السوري بشار الأسد التي طرحها لحل الأزمة السورية، معتبرة أن مبادرة الأسد لحل الأزمة تمهد لبناء مستقبل واعد للشعب السوري وأحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة برمتها. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي يقوم بجولة إفريقية، نقلت قوله أن مبادرة الأسد تنبذ التطرف والعنف والإرهاب وتدعو إلى رسم المستقبل السياسي لسوريا استنادا إلى مبادئ التعددية السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لتبلور ملامح عملية سياسية شاملة مبنية على أساس الحوار الوطني وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات، مما يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة. وأضاف صالحي أن ما يميز مبادرة الرئيس السوري أنها جاءت متوافقة مع أسس وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواسم المشتركة لكل المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة في سوريا، موضحا أنها جاءت منسقة مع مبادرة إيران ذات النقاط الست للحل السلمي للصراع في سوريا، التي إذا ما طبقت على أرض الواقع من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري والمنطقة على حد سواء. وفي الإطار نفسه، رأت وزارة الخارجية الأمريكية أن خطة الرئيس السوري بشار الأسد تظهر أنه منفصل عن الواقع وعليه التنحي فورا، لافتة إلى أن خطاب الأسد يشكل محاولة جديدة للتمسك بالسلطة. أهلا بكم من جديد. اعتصام أمام وزارة العدل احتجاجا على بطء المحاكمات وسياسة التمييز في السجون اللبنانية. من أصل نحو 5000 سجين يقبع نصفهم من دون محاكمة نتيجة البطء وغياب التفتيش القضائي للسجون وعدم التوزيع المنظم للجلسات والغياب المستمر للقضاة، إلى جانب العدد الضئيل من آليات نقل المساجين. وللغاية شهد محيط وزارة العدل اعتصاما لجمعية السجين ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، توجه في خلاله المعتصمون إلى وزير العدل شكيب قرطباوي مطالبين إياه بفتح ملف البطء في المحاكمات والتمييز في سجن رومي والسجون اللبنانية. ونقولها بصوت عال: لا وجود للدولة في سجن رومي. سجن رومي تحكمه عصابات ومافيات وتدخل إليه كل الممنوعات بتواطؤ من الأجهزة الأمنية وبعض المساجين وأهاليهم. سجن رومي وسجون لبنان وصمة عار على كل جبين، على حكام لبنان صغيرهم وكبيرهم. المعتصمون الذين رفعوا إلى الوزير لائحة بالمطالب على رأسها العناية بأماكن الاحتجاز والاستنفار في إنجاز المحاكمات، دعوا إلى اعتصام أمام القصر الجمهوري في 14 من الجاري. أكد الرئيس أميل جميل من برنامج الأسبوع في ساعة أن حزب الكتائب دائما مع الحوار ومع أي مبادرة يطلقها رئيس الجمهورية. إنه أي دعوة بوجهها فخامة الرئيس نحن نلبيها، ما بنرفض دعوة يوجهها رئيس جمهورية، لأنه أولا هو رئيس جمهورية رمز البلد، نحن بهمنا نعزز موقع رئيس جمهورية، بعدين كمان يعني ما تأخذني كمان هالموقع الماروني، نحن من واجبنا نعززه، نحن ما بنقول بدنا نعزز موقع الرئاسي ومنكسر فيه، ما بنقول بدنا نعزز موقع بكركي ومين عم بكسر بموقع ما بنقول بدنا ما بعرف يعني ما مش عم بقول انا بصوره عامه عم بكسره انا عم بقول بصوره عامه
وقت ما بتلبي دعوة رئيس جمهورية بتكون عم تعرقل له كمان مبادراته. نعرف تماما انه اكان الرئيس نجيب ميقاتي اللي هو تربطنا فيه صداقة قديمة، ووليد بيك شملاط كذلك أمر اللي كمان نحترمه ونقدره، انما هني ركن اساسي بحكومة نحن معارضين. لما تستقيل حكومة بيرجع الاطراف اللي سميتهم بياخذوا حريتهم بطريقة التعاطي مع القضايا الأساسية اللي نحن مختلفين حولها، ساعتها ما بعود في أي عائق أنه نتعاون، نعم. بعود في مجال تحكي وسطي أو غير وسطي. وتطرق الجميل إلى اللقاء الذي عقد في بكركي مساء لمناقشة موضوع الانتخاب. كان إيجابي جدا، كانوا في توافق أنه ضروري على الصعيد التمثيل المسيحي يكون التمثيل صحيح، وأنه طالما أنه الدستور وميثاق الطائف أعلن عن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، مفروض أن تكون هالمناصفة صحيحة، وأي قانون بيؤدي لهذه بيقرب أكثر شيء لهذه المناصفة الشباب مستعدين يمشوا فيه. يعني في توافق مسيحي بين الكتائب والقوات والتيار والمردة، كان الجو توافقي؟ الجو كان توافقي، الجو كان إيجابي، بحث بقانون الأرثوذكسي أنه إذا قادرين يتبنوه، لأنه هذا القانون الأقرب للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين. شو كان يعني جو إيجابي يعني ممكن في هلأ نحن منا لحالنا الأربعة الموجودين ما بيمثلوا كل مجلس النواب طبعا، ما بيمثلوا الأكترية، كل الأطراف مفروض أنه كل فريق يقدر يقنع كمان حليفه. والآن ننتقل مباشرة عبر الهاتف إلى زميلة كريستين حبيب التي تابعت إجراءات كل من وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة فيما يتعلق بالتعاطي مع موضوع العاصفة والأضرار التي لحقت بالطرقات وبالمواطنين. كريستين، ماذا في تفاصيل إجراءات وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة؟ بحسب وزير الأشغال والنقل غازي العريضي فإن كل إمكانيات وزارة الأشغال مستنفرة، والوزارة وضعت جهودها وكل كادرها من أجل إنقاذ المواطنين والعمل على حل حالة ما أسفرت عنه هذه العاصفة، لا سيما في منطقة الكارنتينا والمسلخ. ولكن بحسب الوزير العريضي فإن ما شهدته منطقة الكارنتينا كان فعلا استثنائيا ولم يكن كجزء طبيعي من هذه العاصفة التي تضرب لبنان، بما أن المنطقة هناك كانت تحت تأثير أمواج عاتية وصلت من البحر وعلى امتداد نحو 200 متر لتغمر المنطقة، وعلقت بالتالي السيارات في تلك المنطقة لفترة طويلة. هذا المد البحري يوحي أو يشبه ما يسمى بتسونامي صغير، لا يمكن الجزم بأن ما يشهده لبنان هو تسونامي، إنما بحسب التوصيف فهو يشبه التسونامي الصغير نظرا لهذه الأمواج العاتية والمرتفعة التي وصلت إلى الطرقات. بحسب الوزير غازي العريضي فإن إننا بحاجة إلى استنفار كل القوى، وليس فقط كادر وزارة الأشغال والنقل، إنما أيضا كل القطاع العام والقطاع الخاص إذا اشتدت هذه الظاهرة من المد البحري، لأنه إذا كانت الأمطار والثلوج وما إلى ذلك من مظاهر العاصفة تحت السيطرة، فإن ظاهرة المد البحري لن يكون من السهل السيطرة عليها إلا من خلال استنفار كل القوى مجتمعة. هذا فيما يتعلق بوزارة الأشغال. أما فيما يتعلق بوزارة التربية فهي أصدرت قرارا استثنائيا يقضي بإقفال المدارس غدا وبعد غد يومي والأربعاء، ونحن تمكنا من الحديث إلى الوزير حسان دياب الذي قال إنه إذا اضطر الأمر سوف أيضا تغلق المدارس يوم الخميس إذا اشتدت العاصفة، ليست المدارس الجبلية وحدها المعنية بهذا القرار نظرا لتراكم الثلوج، إنما أيضا المدارس الساحلية. إذن كل القطاع التربوي، أتحدث هنا عن المدارس، معني بهذا القرار، ومن المفترض أن تقفل الأبواب الثلاثاء والأربعاء. الجامعات غير معنية بهذا القرار، هي تأخذ قرارها بما أنها قطاع مستقل عن المدارس. أما خلفية هذا القرار فهو تخوف من حصول كوارث وتجنيب الطلاب أي من تداعيات هذه العاصفة الاستثنائية التي تضرب لبنان. كاترين، شكرا لك الزميلة كريستين حبيب.
سامي الجميل، أحمد فتفت، جورج عدوان وسيرج تور ساركيسيان، أربعة نواب يتهيئون للانتقال إلى فندق التشريع بحثا عن قانون انتخاب. تحقيق للزميلة نانسي السبع. بما أنه الأوتيل محطوط بعهدة الجيش اللبناني أنا صرت مرتاح وصرت مسؤولية الجيش اللبناني، يعني أنا ما فيني أطلب أكثر من هيك. نحن لما نتأمن الموضوع الأمني قلنا خلص ما بعنا إشكالية، هيكون محل شغل برأيي أنا وعائلتي حتكون بالبيت. وضب نواب الرابع عشر من أذار أمتعتهم تحضيراً للانتقال إلى فندق الأمان، هم يريدون تغيير النظام الانتخابي. أسبوع سيقضيه النواب المهددون في حرم المجلس النيابي لإنجاز مهمة محددة بثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل قديه عدد النواب؟ هل 128 أو 134 مثل ما طرح الحكومة، يعني 6 للاغتراب أو الاغتراب يصوت على 128؟ هي نقطة أولى. النقطة الثانية، نظام نسبي أو أكثري، وبعد ذلك التقسيمات الإدارية. نحن مع 128 نائب، حتى بالاغتراب ينتخبوا ال 128 مش مع النواب 6، وتحديدا بعد ما تبين انه عدد المسجلين بالاغتراب نتيجه سياسه وزاره الخارجيه قليل كثير، فنحن مع انه الاغتراب يصوت لل 128، ما تعملي 6 نواب ل 7000 او 10000 منتخب مش طبيعيه. النقطه الثانيه، نحن مع نظام اكثري بشكل واضح، ونحن قلنا موقفنا انه نحن مش حنقبل باي نظام نسبي. التقسيمات الاداريه مدى ما صار في توافق على النظام الاكثري بيتناقش، يعني اذا وفق حتى التقسيمات اللي عملتها الحكومه اليوم، اذا بيقبلوا ينقلوا من نظام نسبي لنظام اكثري نحن يمكن نقبل فيها. اما عده النزوح فتتراوح بين كتاب وايباد وجهاز لضيق التنفس لزوم النقاش مع الخصوم. هلا هدول ملفات لشركه التامين، انا بعمل لهم اوديتنج كطبيب واحيانا حتى بضمن المحاسبه، باخذ معي اللي بيكون اسا ما خلصوا. انا بحتاج لقيله لاتنفس بالليل. ليه؟ لان عندي شيء اسمه الابني سومي، سليب ابنيا، فبحط اله فهي باخذها معي كمان. لما بيشوفوني بس قلت النوم بشبه التيارجية تبع الحرب العالمية الأولى، هيك بيحكي بيحطوا الأكسجين هيك بنحطها بالليل لمدة 4 ساعات. حتى أنا اللي بحب أمزح بحب إنه نضلنا دائما نطلع بصورة إيجابية للعالم ونعطيهم نفس، يعني مش عم بلاقي هالأجواء هيدي، إنه تشنجت الأجواء مشنجة. مخاوف النائب سيرج تور ساركيسيان جدية بعكس طابعه الفكاهي، الرجل قرر حماية نفسه بما تيسر. بس بهالطريقة مطلع على البيت اللي عندي. يمكن بس أهم كمان واحد للأمن أكثر، يكون كل شيء مسكر وكل شيء مأمن واحد، لأنه بالنهاية أنا عايش مع عائلتي يعني، ومس في مسؤولية علي أكثر من حق. لا يحبذ تور ساركيسيان فكرة الفندق، لكنه سيلبي الدعوة مرغماً لا بطل. فكرة الفندق أنا من الأساس رفضها لأنه شيء بيزهق، واحد ببيته أفضل يعني. بالنهاية أنا تأقلمت مع الواقع يعني، وفيما يتعلق بنزولي هون يعني زبطت هون أول طابق تكون قريب على البيت، تستقبل العالم، تكون قريب على العالم، وتما قطع التواصل أهم شيء. حتنام بالأوتيل كمان هالمرة؟ إيه رح ننام بالأوتيل، بس كوننا جمعة يعني منيحة بتنحمل. نائبا القوات والكتائب عرضا تمويل إقامتهما الفندقية، أما نائبا المستقبل فيخبئان قرشهما الأبيض لسود الأيام. صندوق مجلس النواب بيحمل في هدر بغير محلات كثيرة. إذا الفكرة أنه لا يوفروا تنام وكل تنام بذات الأوضة، مع مين بتنقي تكون؟ أنا لا، أنا قلتها، أنا في زميلنا أجوب بكردوني، أنا على الصعيد الأرماني متضامن معه. أجوب بكردوني وعم نحاول نوصل لنتيجة إحنا على القوانين الانتخابية. هلا على الصعيد وفي انا ما عندي مانع كمان يكون روم ميت. كمان معك؟ روم ميت انا بوافق، ما عندي مشكله مع الله. مع من الفريق الاخر. لا يعير تور ساركيسيان كثير الاهتمام لحقيبه النزوح، فالحقيبه الاهم صغيره لكن مفعولها كبير، ففيها صوت القانون المرجح. نانسي السبع، قناه الجديد. وللمزيد عن أحوال الطرقات وتبعات العاصفة ننتقل من جديد إلى زميلة نوال بري التي كنا قد فقدنا الاتصال معها منذ قليل. نوال، ماذا في المعلومات الإضافية عن أحوال الطرقات؟
نعم، بداية كاترين، يعني إحدى عوائق هذه العاصفة أو المشكلات هذه العاصفة هي الاتصالات بالفعل، إن كان الشبكات جميعها في مناطق لبنانية مختلفة تعاني من هذه المشكلة بسبب العاصفة. هذه بعض المشاهد كاترين التي ترونها الآن، هي مشاهد جديدة من مناطق مختلفة هنا في صيدا وفي برجة وغيرها من المناطق الجنوبية التي غمرتها السيول كغيرها من المناطق اللبنانية الأخرى. إذن كنا قد ذكرنا كاترين أن الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني أصدرا بيانان أكدا فيهما أنهما يقومان بأعمال المساعدة المواطنين ويساعدان أو يساعدون كل من تعرض لحادث معين أو قام أو أعاقته السيول بطريقة معينة. كاترين، كنا قد قمنا بجولة قبل وصولنا إلى صيدا، وطبعا الأوتوستراد يعني حتى الإعلانات كانت قد وقعت على الطرقات، الشجر أيضا منتشر على الطرقات، ولكن البلديات والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي تعمل على إزالة هذه العوائق عن الطرقات. وزارة التربية أيضا كاترين أصدرت بيانا أكدت فيها أنه غدا وبعد غد هو يوم عطلة بالنسبة للمدارس الخاصة والرسمية والمهنيات نظرا لتردي الأوضاع، وخاصة أننا نتوقع أن تتجدد العاصفة ليلة اليوم لكي تكون أقوى غدا، حتى أن ستصل إلى مرتفعات إلى 600 متر وعواصف شديدة ستكون من رياح وبرد ساقع. إذن هنا كاترين بالنسبة لصيدا ما زالت الجرافات تعمل على فتح الطرقات أمام المواطنين، ولكنها تتوقع مجددا أن تغلق، أن يغلق أوتوستراد صيدا الشرقي مساء، لأن الأتربة يعني هم يضعونها جانب الطريق، وبالتالي ريثما تمطر مجددا سوف يكون هناك، سوف تغطي الأتربة الطرقات. إذن اللبنانيين يبدو أنهم استمعوا إلى نداءات قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية التي طلبت من المواطنين الذين ليس لديهم أي شيء ضروري في الخارج أن يلتزموا بيوتهم، وبالفعل فإن الأوتوستراد شهد يعني زحمة سير قليلة نظرا لأن المواطنين فضلوا البقاء في منازلهم، ولكن هذا لا يعني أن هناك طرقات ما زالت مقطوعة أمام المواطنين، منها نهر الكلب باتجاه مناطق مختلفة ومناطق جبلية كانت قد قطعت السيول الطريق أمام المواطنين، وما زال الدفاع المدني كما ذكرنا والهيئات المختصة والبلديات تعمل لفتحها، ولكننا كما أيضا أشرت أننا نترقب استمرار هذه العاصفة. نعم. ليلا كاترين، شكرا لك نوال، كنت معنا مباشرة من صيدا. تصعيد أهالي المخطوفين في سوريا واعتصامهم أمام المصالح التركية لم يأتيا من عبث، ففي يد الأتراك ورقة ضغط تنهي هذه المشكلة، وهي حدودها المفتوحة على مصراعيها أمام المجموعة الخاطفة. تحقيق للزميلة نوال بري. إن لم تكن تركيا ضليعة في اختطاف اللبنانيين 11 في سوريا، فهي شريكة في إبقاء 9 الباقين قيد الأسر. هي جملة استخدمها أهالي المخطوفين كتبرير لخطواتهم التصعيدية تجاه المصالح التركية في لبنان، وهي جملة اقتنع بها معظم المتابعين وبرهنتها الوقائع على الأرض لكل من ذهب إلى أعزاز عبر الحدود التركية. نظرياً الحدود التركية ملاصقة لتلك السورية، وجغرافياً فإن آخر نقطة من الحدود التركية الرسمية تبعد عن الحدود السورية 800 متر، السيارة تجتازها بأربع دقائق كحد أقصى، أما سيراً على الأقدام فالحد الأقصى هو 10 دقائق، والدخول من تركيا يتم بعد ختم جواز السفر عند النقطة التركية، لتستقبلك جماعة أبو إبراهيم على الحدود السورية وتختم جوازك عند دخولك الأراضي السورية بأمر من أبو إبراهيم زعيم منطقة أعزاز، ختم وافقت عليه السلطات التركية واعتبرته شرعياً. أي شخص بيحاول أن يجتاز الحدود أو يهرب نحن هون جاهزين، يعني في عنا كافة الإجراءات بتنزل ومبين هذا شو تعمل حالياً. هلا طبعاً في عنا ست، في عنا كل شيء، إحنا دولة كاملة، يعني شو إذا نسوي، يعني في عنا محققين وفي عنا بيت. إذن هي دولة قائمة بحسب أهالي أعزاز الذين أوكلهم أبو إبراهيم تنظيم حدود معبر باب السلامة، ولما كانت المجموعة الخاطفة تخرج إلى تركيا وتدخل مجدداً الأراضي السورية من دون حتى أن يتعرض لها أحد، بل على العكس تلقى معاملة خاصة لاحظناها على الحدود التركية، فإن حاكم منطقة كيليس زار الحدود السورية أثناء تواجدنا صدفة للاطلاع على الأوضاع ومساندة الجيش الحر في المنطقة، أي مجموعة أبو إبراهيم. وفي اليوم نفسه التقى وزير الخارجية الفرنسي وفداً من جماعة أبو إبراهيم في مخيم كيليس الموجود على الحدود مع سوريا، حتى إن السيارات الفخمة التي جعل منها أبو إبراهيم موكباً له جميعها سيارات بلوحات تركية.
المخطوفون وفي إحدى ليالي رمضان أقام لهم أبو إبراهيم إفطاراً على الحدود للتعاطف مع الشعب السوري، أي أنهم كانوا يبعدون نحو 800 متر عن الحدود التركية، أي 3 دقائق، حتى أن المخيم الذي سجنوا فيه لا يبعد عن الحدود. نحن كنا قاعدين حدود سوريا بعد عشريت التركي بالضبط 10 متر بعد عشريت التركي، وحتى فتحين خط غير طريق المعبر، فتحين خط نار من المعسكر تراك، فتحين خط سيارات طريق تراب، شو ما بدهم بفوتوا بيطلعوا عبره. وعندما حاول عباس شعيب الهرب اتصل بوزير الخارجية اللبناني الذي اتصل بالسلطات التركية في استخبارات الحدود، وإذا بشعيب يقبض عليه على مقربة من الحدود. إذن فإن ما يتحدث عنه السفير التركي عن مساع تركية لإطلاق سراح اللبنانيين لم تظهر أي من نتائجها على الأرض منذ 9 أشهر. فالحدود ما زالت تحت أمرة أبو إبراهيم، ولم تغلق في وجه خاطف، ولم تغلق في وجه الشاحنات التي تدخل الحدود وتخرج منها بكل راحة، ولم تغلق في وجه أفراد مجموعة أبو إبراهيم المصابين من جراء الاشتباكات، ولو حتى للضغط عليه بعض الوقت. بل على العكس، فإن الحدود التركية فتحت أمام أبو إبراهيم وأشعرته بأنه بطل الحرب، في حين أنه مجرد قاطع طريق جعل من الحدود ساحة استغلال لمصالحه. أما الأتراك فما زالوا حتى الساعة يفاوضونه بالتي هي أحسن، وتبقى المعضلة في أنه إن كانت للأتراك سلطة عليه، وهذا يعني أن لهم علاقة مباشرة بإبقاء اللبنانيين رهائن، وإن لم تكن لهم سلطة عليه فهذه مشكلة أكبر، وتبرهن أن الحدود التركية تشهد فلتاناً، وأن تركيا غير قادرة على ضبط حدودها مع مجموعات هي تدعمها، وهذا أمر مستبعد بالنسبة إلى دولة نشرت الباتريوت على حدودها لضبطها بشكل محكم. وإن كانت تركيا حقاً تضغط فلتضغط في المكان الصحيح، وإن كانت تدعم فما مصلحتها من إبقاء اللبنانيين أسرى ظلم واستبداد تقول إنها تحاربه. نوال بري، قناة الجديد. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. بدأ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تندرج ضمن تعزيز التعاون المشترك. وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان أنه سيتم خلال زيارة أمير قطر تقييم التعاون الثنائي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات، وتوقيع اتفاقيات شراكة بين البلدين الشقيقين ذات الصلة بمشاريع تنموية. وتبع البيان، ستكون هذه زيارة فرصة لتعميق التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مئات المعارضين الذين تظاهروا مطالبين بحل مجلس الأمة الجديد، كما اعتقلت العديد من المتظاهرين وطاردت المعارضين في أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية. مثل 5 رجال متهمين باغتصاب طالبة هندية والتسبب في وفاتها أمام المحكمة اليوم للاستماع إلى الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية أثارت موجة غضب عارمة في البلاد. وقال أحد ممثلي الادعاء إن 2 من المتهمين تقدما بطلب يوم السبت الفائت يطلبان فيه الإدلاء بمعلومات تدين المتهمين الآخرين في محاولة لتخفيف الحكم عن نفسيهما. صورة للأميرة ديانا منعت من النشر قبل يومين من خطوبتها للأمير تشارلز سوف تظهر قريبا إلى العلن. ماذا تتضمن هذه الصورة المصنفة Too Hot to Publish؟ نتابع في هذا التقرير. لطالما سحرتنا في حياتها كما في مماتها، فجعلتنا متعطشين إلى سماع كل أخبارها حتى بعدما فارقت الحياة. أما اليوم فالصحافة العالمية في انتظار صورة لم تنشر بعد للأميرة ديانا وهي ما زالت في سن المراهقة، وقد حجبت في وقتها عن الظهور بعدما صنفتها صحيفة بريطانية صورة مثيرة لديانا، أو بالأحرى Too Hot to Publish. الصورة بالأبيض والأسود في وقت المغيب وتعود إلى 80s، وتظهر فيها ديانا في أحد الشاليهات الجبلية التي نقصدها في فترة التزلج.
حيث نرى فيها ديانا تضحك لعدسة الكاميرا وهي ممددة في حضن شاب غير معروف وهو يقرأ كتاب. وعلى ظهر الصورة نرى تاريخ التقاطها الذي يعود إلى 26 من شباط 1981، أي بعد يومين من إعلان قصر باكنغهام خطوبة ديانا والأمير تشارلز. وقد أعلن الأوكشن هاوس RR في نيو هامشاير بأن هذه الصورة تعود إلى مجموعة أرشيف كارين الخاصة التي اشترتها منذ 7 أعوام من مكتبة الصور المخصصة لصحيفة ديلي ميرر البريطانية. داري قناة الجديد. كان في النشرة: لبنان غارق بأمطاره، والآتي أعظم، ولا مدارس غدا وبعد غد، إيران تؤيد مبادرة الأسد، بدء محاكمة مغتصبي الفتاة الهندية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكراً وإلى اللقاء.